السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفلوج جديد. احنا دابا متواجدين في البطوار وغادي نكتشفوا تغازوت اللي بعيده تقريبا 20 كيلومتر على اكادير. الرحله غتبدا، يلا. دابا متواجدين في تغازوت. قبل ما ننزل لجهة البحر ما فيها بس نديرو شي فطور بلدي. كاين مسمن، بغرير، الحرشة، مسمن بالفرماج، حريرة، هنا واحد المنظر جميل بزاف. يا سلام، منظر رائع. دابا غندوزو لجهة القهاوي اللي في مجموعة من القهاوي اللي صراحة فيهم كل شيء، وكاين واحد المنظر رائع على البحر.